نادرا ما كانت مقاطعة إسرائيل ترد في الأوساط الأكاديمية البريطانية، غير أن هذه الظاهرة أصبح المئات من الأكاديميين البريطانيين بعضهم من أصول يهودية يدعمون فكرة مقاطعة إسرائيل أكاديميا. It is simply an act of solidarity with an oppressed people. المقاطعة عمل تضامني مع شعب مظلوم، وهو جهد سلمي وأسلوب ناجع لحشد الدعم في أوساط الرأي العام لقضية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال والقهر منذ عقود. هذه المقاطعة يرى مؤيدها أنها كبدت مؤسسات البحث العلمي الإسرائيلية خسائر فادحة وحرمتها من تعاون أكاديمي فعال، لكن أطرافا أخرى تعتبر هذه المقاطعة عملا غير إيجابي وتسييسا للعمل الأكاديمي. إنه عمل صادم أن يطالب أكاديميون بمقاطعة أكاديميين آخرين. حرية تبادل الآراء والأفكار لا يمكن تسييسها، وهناك أنظمة قمعية كثيرة تحجر على البحث العلمي، وإسرائيل لا تفعل ذلك. ويرى كثير من معارضي إسرائيل أن ممارساتها ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو ما يغذي هذا العداء الأكاديمي لها، والذي يقولون إنه ينذر بأن يتحول إلى موجة مقاطعة في مجالات أخرى كلما طال أمد وشراسة تلك الممارسات الإسرائيلية. أكثر من 300 شخصية أكاديمية بريطانية ينتمي جلهم إلى جامعات بريطانية عريقة ومرموقة يعتقدون أن مقاطعة إسرائيل أكاديميا سيؤدي إلى تغيير سياساتها تجاه الفلسطينيين كما حدث مع جنوب أفريقيا في السابق. نصر البدري، الجزيرة، لندن.